هذا يقول أبي يأخذ من أدوية عافية، هذه يأخذ أدوية ما يحتاج إليها ويعطيها للمحتاجين، هذا يسمى روبن هود. روبن هود هو الذي يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء، هذا روبن هود، يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء. لا، مو ملزوم أنه يتصدق إذا ما عنده فلوس، يبي يتصدق يتصدق من كيسه، ما يتصدق من كيس الدولة، ما يكذب ويأخذ أدوية ما يستحقها ويروح يوزعها.